وقع بالضبط واحد مشفور ليه تليفون، وهذاك الزوج ديالي تدخل انايا باش يجيب بحسن النيه، ما بغاش المشاكل وداك الشيء. قال لهم صافي انا بلا ما تمشيو ديكلاريو بالدراري انا غنجيب لكم هذا التليفون. منين مشى هو يجيب هذا التليفون، الاخرين ما تقبلوش هذا الشيء. منين ما تقبلوش جاو هاجمين على السيد ضربوا. دابا بغيت حق بنتي انايا، وهاد الكرش هذه هذا هو هذه هي السيمانه ديالي اللي غنولد فيها. صافي هادشي اللي عندي، هزوني فراجلي ورزاو هو ورزاو ولادو فيه هو. باقي هاد الكرش ما شايفاش، وباقى بنته عندها 5 سنين. كيف تلقيتي انت الخبر؟ تلقيتو كيفاش غنتلقى هاد الخبر؟ صدمه. وانا عندي الطونسيو كيطلع ويهود في اي وقت نقدر انا زعما كاين طرا ليا شي حاجه. اسم ديالي نبيله سعيد، الاخت ديال هشام سعيد اللي تقتل البارح بجريمه قتل بشعه من طرف جوج الاشخاص اللي ما رحموهش، جوج الاشخاص اللي ما داروش بوجه رمضان، ما داروش بوجه العواشر، يتموا على بنتو، يتموا على الولد اللي جاي في الطريق، ما راعوش لميمتو، ما راعوش لباه، ما راعوش لعائلتو، ما راعو حتى شي حد. الله ياخذ فيهم الحق. عمره ما ادى شي حد، عمره ما تعامل بالخيب مع شي حد، عمره شفر لشي حد، عمره ضرب شي حد. جامي ديما كيذكروا بالخير. كوما كانوش كيذكروا بالخير كاع ما تلقى امه لا اله الا الله. مني جابوه، مني مشينا للسبيطار، مني وصلتنا الخبر الوفاه ديالو، لا اله الا الله. كيما كواونا فيه يا ربي واد العواشه بغيت ربي يتكواو في صحتهم، بغيت ربي الله ياخذ فيهم الحق. انا بغيت العداله تاخذ المجرى ديالها. كيف ما يتم مرتو يتمو بنتو، يتمو ولدو اللي جاي في الطريق، وميمتو اللي عالم الله بحالها، وخواتاتو، وبالي عمر اللي هو عمي عمري شفتو كيبكي. حتى اليوم شفت دموعه نازلين. علاش؟ حيت يتمو في ولدو. علاش؟ يلاه فرح بولدو. علاش؟ يلاه تاهو بغى يستند على ولدو، بغى يخلي الخلفة ديالو. ما خلاوهاش، قتلوها هباء منشورة. علاش سيد في عمره 31 عام يتقتل من طرف جوج الأشخاص؟ فين هي العدالة؟ أنا كنطالب العدالة ديال خويا، أنا كنطالب العدالة تاخذ المجرى ديالها.